مرحبا، اهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. انتم يمكن تعرفوا انه الانتخابات عندنا في كندا راح تكون يوم 21 اكتوبر، والاسبوع اللي قبله 4 ايام راح يكون في ايرلي فوت. بس يمكن ناس كثير ما بتعرف انك بتقدر تيجي باي وقت على الكشن كندا المكاتب. حورجيكم كيف تدخلوا، ادخلوا معي عشان نروح اليوم فوتين. يلا اليوم 15، شايفين هنا مكتب الكشن كندا. نروح نعمل، فيش حدا يا جماعة، ما في حدا، ممنوع التصوير، فراح نوقف هون. لو I just voted، هلأ عملنا التصويت، أخذت منا literally أقل من 5 دقائق. بشجعكم كلكم تروحوا تسووها وتريحوا حالكم من يوم الانتخابات، تكونوا مشغولين بشغلة ثانية، تساعدوا الكانديديت تبعكم، ما تضيعوا وقتكم، روحوا انتخبوا لأنه انتخابكم هو حق شرعي إلكم ولازم تستغلوه. يعطيكم العافية. أول إشي بنروح على Election Canada. زي ما انتم شايفين هذا الموقع يحكي لك انه it's our vote blah 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 register job way to vote. بنروح على way to vote. طبعا الفوت راح يكون يوم Monday 21 اكتوبر، هذا اليوم اللي راح يكون فيه اكتر عدد يعني، او الفوت الاساسي. في advance vote اللي هو هون راح تشوفوه، هذا قبله باسبوع، هون الجمعة والسبت والأحد والاثنين، بتقدر تروح من 9 لـ 9. طبعا كله موجود على الفوتر انفورميشن كاردز اللي حكينا عنها قبل في الحلقة الماضية، إذا بدكم برضو بنشرح عنها مرة تانية. هلأ هون اللي هو بتقدر تروح إلى بفور أي يوم قبل 15 أكتوبر الساعة 6 بدك تروح تسوي شغلة اسمها the special ballot process. هذا إذا بدك مثلا توفر على حالك الوقت والجهد. طبعا هون بقول لك عندهم 7 ايام. find election days office، هاي الاوفيسز الموجودة جنبي انا، بتقدر تحط البوستال كود هون وبطلع لك هذول موجودين في اوتاوا مثلا. بعيد هذا 9 كيلو 10 كيلو، فاتح من 9 لـ 9 الصبح، وبقدر يعطيك كمان الأيام إذا بتدخل عليه. show in the map، شايف بعطيك get directions. هذه كل الأماكن اللي بتقدر تسوي فيها في أوتو. فسهل جدا موضوع الانتخاب، ما في أي حجة I think على أي شخص مع الجنسية الكندية مسجل في election كندا إنه ما يروح ينتخب، لأنه هذا مش بس حقك كمواطن بل هو حق البلد عليك، وهذا اصلا في القانون الكندي واجب. اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع اصحابك.